لقوا مدينة. فيها ايه المدينة دي بقى؟ فيها اماكن مساكن العمال. في واحد اسمه ميرر، تكتبها ميم يهره يهره او ميم رهره، كاتب يومياته. الحاج ميرور كتب يومياته في نوتة. ما احنا ملوك البردي، ما احنا اللي عندنا الورق. لا ما عندوش ورق، احنا اللي عندنا الورق. ليه احنا ملوك البردي؟ لان احنا عندنا النبتة اللي بتطلع وصورناها لكم. شوف وراناك ورق البردي ازاي بيطلع من الارض وازاي بنصنعه وعملنا ده كله. فعمك ميرور عندنا الورق، احنا ببلاش مفيش حاجة. ومن طمي النيل احنا طلعنا القلم كتابة. فعمك ميرور كتب يومياته. وان الهرم ده بتاع خوفو، ومبني في عهد خوفو في سنة 27 من حكمه، يعني عشان ما حدش يقدر يتكلم. ولقينا بقى ايه حاجة تقول برضو ان احنا ظلمنا الفراعنة كتير، لان احنا كلنا كنا مصدقين فكرة ان ده اتبنى مش ممكن يكون فيه عمال قاعدوا يبنوا البتاع ده سنين طويلة كده الا بالصخرة، لازم يكونوا بالكرابيج وبتاع، لان كنا بيقلوا الحجر على حاجات خشب كده، لازم تبقى صخرة. فاكتشفوا في حائط الغراب ده يا سيدي ان هما كان في مكان لقوا فيه الفحم بقى والحاجات دي بيعملوها بالتحليل، اماكن لذبح الجاموس والبقر، واماكن لذبح الخرفان، واماكن لصنع الجعه للبيره. يعني العمال كانوا بيقدموا لهم بقر وجاموس ومعيز وخرفان، وليهم اماكن اقامه، اوض كبيره تسع لعشرين واحد، واوضه تانية صغيره للمشرف بتاعهم. الله، دول ما كانش فيه سخره بقى ولا حاجه. سخره ايه ده؟ في يعني اجور واخدينها العمال. دول فلاحين مصريين لقوا شغلانه كويسه اشتغلوا فيها. بس اشتغلوا فيها بايه بقى؟ عمل مقدس، عمل مقدس. اشربوا بيره؟ اي نعم، لكن الاله، لان الفرعون هو نصف الاله، هو جزء من الاله، هم اعتقادهم كان كده. فده عمل بياخدوا فيه فلوس، بياكلوا فيه كويس جدا. كل الاماكن اللي اكتشفوها مؤخرا ثبت ان العمال كانوا عايشين عيشه كويسه جدا. العمال في مكان، الفنيين في مكان، المشرف عمك ميرر ده هو كاتب كل حاجه في النوته بتاعته اللي لقوها، اللي اثبتت ايه؟ حاجتين مهمين جدا، ان الهرم بتاع خوفو فعلا في عهده، انه الهرم بني مصريين مفيش حد تاني دخل معاهم ابدا، ان هما كانوا بيبنوه بعمل، ده كان عمل مش سخره، مفيش سخره حسب ما احنا اكتشفنا لغايه اللحظه دي.